المؤتمر كان حول هذا، يتمحور حول هذا الموضوع، وأعتقد يعني أكثر من 7000 من المقاتلين راح يلتحقون مع أخوانهم بالحشد العشائري والشعبي. إحنا عندنا تجارب، عندنا تجربة بالقيارة، وعندنا تجربة بالشرقاط، وقبلها بالحاج علي. يعني وجهة نظرنا إحنا يعني، وهذا ليس فرض، إنما وجهة نظر يعني، أنه بقاء الأهالي في مناطق سكناهم أفضل بكثير من النزول. ونجحت التجربة مثل ما ذكرت لك في الحاج علي، نجحت في القيارة، نجحت في الشرقاط وأماكن أخرى يعني. أما اللي يريد ينزح فإحنا مأمنين ممرات بالتنسيق مع الأمم المتحدة، بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان، تنسيق عالي جدا مع الكل، بيشمرقة، حشد، عمليات خاصة، الكل منسجمين ومتفاهمين، وراح يشوفون الدواعش ذلك بعيونهم. احنا جاهزين، اكملنا تدريبات، تجهيزاتنا موجودة، نسقنا بشكل كبير مع البيشمركة ومع يعني العمليات الخاصة، وننتظر امر السيد القائد العام للقوات المسلحة. عندنا قوات تكفي الواحد بعشرة. من السماء ومن الأرض كلها مفتوحة.